أهلا وسهلا بكم لدرس جديد ينضاف لسلسلة جماليات لينكس. هذا الدرس سنتعرف فيه على كيفية تغيير سمات واجهة جنوم شيل كي لا نبقى مقتصرين على واجهة يونيتي التي رأينا عدة دروس عليها. واجهة جنوم شيل هي الواجهة الرسمية لبيئة المكتب جنوم 3، ونجدها على توزيعات عديدة من بينها في توزيعات فيدورا. إذا من يستعمل أي توزيعة بواجهة جنوم شيل يمكنه تطبيق ما سنراه في هذا الدرس. إذا نبدأ أولا بتثبيت بعض الأدوات التي سنحتاج لتغيير السمات. نبدأ بتثبيت برنامج جنوم تويك تولز. إذا نعتمد في هذا الدرس على درس كتابي كنت قدمته في المجمع، سأضع رابط له على اليوتيوب. إذا برنامج جنوم تويك تولز إما نثبته بإدخال هذا الأمر في الطرفية أو بالبحث عنه في مركز برمجية أوبونتو، سنجده تحت اسم Advanced Settings، إعدادات متقدمة. إذن بعد تثبيت البرنامج نحتاج لتثبيت هذه الحزمة، نقوم فقط بنسخ لصق في الطرفية. بعد ذلك سنحتاج لتثبيت إضافة User Themes، وضعت رابط لها مباشر في الدرس، يكفي الدخول لها، وهنا سنجد زر للتثبيت، يكفي الضغط عليه على هذا الشكل وستظهر إمكانية التثبيت. بعد ذلك سنحتاج لتحميل السمات التي نريد تثبيتها. إذن أيضا في الموضوع الكتابي وضعت رابط لموقع يتيح أو يقدم عدة سمات لواجهة جنوم شيل، موقع ديفيانت آرت. وضعت رابط مباشر للفئة الخاصة ب سمات جنوم شيل. هنا نجد العديد من السمات، سأختار واحد منها فقط للتطبيق. أختار مثلا سمات جوجل بلس، سمة جميلة أستعملها بكثرة. إذا ندخل هنا للسمة فنجد صورة لها، وهنا أعلى نجد رابط للتحميل. بعض الأحيان نجد وصف يساعد إن كان هناك بعض التعليمات يمكن اتباعها أو المعلومات الإضافية. يمكن قراءة الوصف أو يمكن فقط الضغط على داون فايرنز. نقوم بتحميل الملف، نقوم بتحميله مسبقا أو لأداه يحمل. تم التحميل، سأجد في الملف الذي أحمل فيه ملفاتي. إذن هذا هو الملف المحمل، أقوم باستخراجه هنا، فك الضغط عنه. إذن هذا هو الملف الناتج، فأقوم فقط بنسخه الملف كاملا جوجل بلس، أقوم ب كنترول سي بنسخه، وفي مجلد المنزل أقوم بإظهار الملفات المخفية عن طريق الضغط على كنترول بلس اتش كنترول زائد اش أو عرض أظهر الملفات المخفية. هنا سأجد ملف باسم دوت تيمز نقطة تيمز، إن لم يكن موجود قم بإنشائه، لكن لو كنت قد تبعت معنا الدروس السابقة فبالضرورة تكون قد قمت بإنشائه. وهنا تقوم بفقط نسخ الملف، أنا قمت بنسخه مسبقا، سيكون على هذا الشكل. إذا أي سمة تريد إضافتها قم بتحميلها، فك الضغط عنها ونسخها في هذا الملف. الآن لدينا السمة متوفرة على جهازنا، سنقوم باختيارها. لذلك سندخل على برنامج جنوم تويك تولز، قلت يضاف باسم Advanced Settings، يمكن البحث عن إذن إعدادات متقدمة. أفتح البرنامج وهنا أنتقل لفئة السمة. إذن أشير أو لنلاحظ الفرق، سمات جنوم شيل هي التي تتحكم في العارضة العليا، هذه العارضة على اليسار، شكل النوافذ هنا على اليمين، أيضا مساحة العمل والنافذة أو القائمة أسفل، أيضا شكل التطبيقات هنا، طريقة عرض الأيقونات، وهنا أصناف البرامج. فكل هذه تتحكم فيها سمات جنوم شيل. لكن مثلا سمة النوافذ هناك مثلا متصفح الملفات كيف تعرض، فهذه تتحكم فيها سمة JDK. إذن هنا في برنامج جنوم تويك تولز أو إعدادات متقدمة سنجد شيل تيمز، وهو الذي يجب أن نغيره. إذن أنا أختار جوجل بلس، سنلاحظ الفرق الآن. لا
مع الفرق تغير شكل العارضة على اليمين، شكل العارضة الأعلى، أعلى مكان البحث، طريقة عرض النوافذ، أيضا العارضة أسفل، وأيضا التطبيقات لو قمت باختيارها فسنلاحظ أن هناك فرق عن السمة السابقة، أيضا طريقة عرض التاريخ وهنا المؤشرات. إذن كل هذا مسؤول عنه سمة جنوم شيل، لكن كما قلت سمة النوافذ فهي سمة جي تي كي بلس، وقد رأينا في دروس سابقة كيفية تغييرها، أيضا تغيير الأيقونات والنوافذ. إذا كان هذا درس كيفية تغيير سمة جنوم شيل على توزيعات أوبونتو، والتطبيق أيضا نفسه على توزيعات أخرى تعمل بواجهات جنوم شيل. نلتقي إذا في درس قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.